يعني انا في اعتقادي ان السقف ديال المطالب هو الحسم في الاختيارات الديمقراطيه في بلادنا، لان المعضله السياسيه الكبيره اللي عندنا في المغرب هو انه ما كاينش حسم في حتى حاجه. كاين واحد مجموعه ديال الشعارات، وهذيك الشعارات ما كتعرفش تفعيل وما كتعرفش متابعه على ارض الواقع. ولما شعارات ديال السلطه ما كتعرفش تفعيل، الناس كيعياو وكيوقع احتقان. هاد الايام الاخيره قبل الانتخابات اللي سولتيه في الشارع ساخط وما عجبوش الحال. في الاخر نفس الحزب اللي الناس ساخطين عليه كيعاود يطلع. علاش؟ لان 70% 75% ديال الناس خارج العمليه الانتخابيه. هذا خلل خطير. الا ما جلسناش نجاوبوا على السؤال علاش هاد الناس خارج عمليه الاقتراع، فمعنى هذا اننا باغين نخدموا باللي كاين، وباغين بحال داك اللي كيشطب، يعني كيشطب، يعني كيشطب النفايات وكيديرها تحت الزربيه او تحت الحصيره عوض ما ينظف الدار. فهذا هو